أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، تحفيز يومي، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات والتحفيز. شكرا على المتابعة. العثماني: لا يمكن تخفيف إجراءات كورونا حاليا. قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه لا يمكن تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حاليا. وأضاف العثماني في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبه أن الحكومة لا زالت تنتظر التقييم المستمر للجهات الصحية، ودعا رئيس الحكومة جميع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة.